أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما للأحبة لا يؤون خلانا، هل لا دروا أننا حانت منايانا. فهل بدا من محب يوم فرقتهم ذنبون، لذاك استحقوا فيه هجرانا. ما هاجني حبهم يوما ولا ذرفت عيناي من بعدهم دمعا. وعقيانا إذن ما الذي أبكاك؟ وما الذي هيج أحزانك؟ قال: لكن سمعت بشهر فيه قد لبست آل الرسول ثياب الحزن ألوانا. هيجت يا شهر، يا شهر المحرم، هيجت يا شهر ما في القلب من شجن يين. إذ فيك أضحى رسول الله ثكلانا، والبضعة الطهر أضحت فيك ثاكلة. يا ويلي تردد الشيج ألحانا، فألحانا يا بل فيك أضحى أبو السجاد منعفراً
بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا في عرصة الطاف فوق الترب عطشانا يا أبكي الحسين وحيدا لا نصير لم إلا المهند والخطي أعوانا أبكيهم منعفر الجثمان قد رفعوا فوق المحيا فوق القناة محيا منه أعلانا يا يردد من الكهف يتلو من الكهف آيات يرددها يا أبدى بها للورى آيا وبرهانا يا ويلي تناشدني يا على ما ينتهمل العين كل ليل بكى والناح والصيحة على حباب قلبي وتظهر صبها يا دموعي مجبور في حبه ولا أشوف أبطاعي يا ليت قبل ضلوعه رضيت ضلوع من قبل خدت عفريت مني الخد يا أنا أبكي على مصابم كل صبحي ومسي أنحب وساعد بالبكي الزهرة الزكي ويلي لازال تندي يا غريب الغاضر يا حسين يا ابني يا عزيز وقرة العين تبكي المصاب والدمع من عين هيفو وتصيح يا ابن اللي بسيف الشمر منحو يذبحك انسان يا الولاية ضلعي وللحشر ما بطيل عليك النوح يا حسين والله مصاب حسين هيا جملة الناس راس مشاب وجثته والله بلا راس وعظم مصيبة صدره بخيل العدن وحسينا
لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. روي عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من تذكر مصابنا وبكى كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. كلما طلع علينا عام جديد، وكلما مرت علينا هذه الذكرى الحسينية وهذه الأيام العاشورائية، تتجدد التساؤلات وتظهر الإثارات من أولئك الذين لا زالوا يجهلون معرفة من يكون الحسين وما هي عاشوراء، ولماذا ندأب نحن الشيعة على إحياء هذه المناسبة، فيتساءلون: أهناك ضرورة لإحياء هذه الذكرى في كل عام؟ نعم، هناك ضرورة لإحيائها في كل عام. فيسألون: إذا كان الجواب نعم، فهل هناك ضرورة لإحيائها بهذا الكم وبهذا الكيف وبهذه الطريقة؟ يعني لازم 10 أيام ولازم تستمرون محرم صفر في لياليه تقضونها في أحزان وتدأبون على البكاء وتذكار ما جرى على الحسين وأهل بيته في ذلك اليوم، ألا يكفيكم يوم واحد؟ ألا يكفيكم أن تتجمعوا في مكان واحد، تقولكم فد مؤتمر عام جمعوا في كل الناس؟ بعد ليش في كل مأتم، وليش في كل بيت، وليش في الطرقات، وليش في البيوتات يرى أثر هذه المصيبة وهذه الواقعة بارز، حتى وجوهكم وحتى أفراحكم تختفي وأطباعكم تتغير؟ ألا يكفي ذلك أن تقتصروا فيها على أقل ما يمكن مثل ما يعمل دين بالنسبة للمناسبات الأخرى دين، وهي في نظر الآخرين لا تقل شأنا أو ربما تتقارب بهذه المناسبة؟ ليش الحسين بس عندكم؟
على كل حال لما نجي نعمل العقل بعيداً احنا عن القضايا والأحكام الشرعية، مرة يدفعنا واجب شرعي، الشرع يقول لنا واجب عليكم تسوون هكذا فنندفع بحكم الواجب الشرعي، بس مو دائماً تحركاتنا ومسيرة حياتنا يحكمها الواجب الشرعي. وأكو بعض الأحيان أشياء مستحبة الشرع ما يندبنا لي، لكن بحكم ما لها من آثار وفوائد جمة إحنا نندفع، العقل يرشدنا إلى العمل بها، تمام، بغض النظر عن الرأي الشرعي فيها، حتى لو كانت من الأعمال المباحة، لكن النظر لكون هذا العمل المباح فيه فوائد وآثار جمة، العقل يرشدنا إلى الأخذ به. يعني على سبيل المثال، يعني مجرد مثال لا أكثر ولا أقل، اليوم اللي يقولوا لي تعال مارس الرياضة، الرياضة خب العقل ما يقول لي واجب، أو الشرع ما يقول لي واجب أنك لازم تمارس الرياضة، بس العقل يرشدني إلى ممارسة الرياضة. ليش؟ لأن فيها آثار صحية جمة وفوائد كبيرة، زين، صحة بدني وسلامة عقلي ونفسي، زين، فيها وإلها جوانب أخرى مهمة العقل يرشدني إليها. أنا لما أجي إلى هذه السيرة العطرة وأقف عندها وأتأمل فيها سأجد أن هناك فوائد، على أقل التقادير ثلاث فوائد رئيسية هامة هي تحتم علي عقلا وتقول لي بضرورة إحياء هذه المناسبة في كل عام بهذا الكم، بهذا القدر، بهذا الكيف، بهذا الشكل وبهذه الطريقة. أولاً من ناحية دينية، الحسين صلوات الله وسلامه عليه الغاية من هدفه كانت معروفة وواضحة ومحددة، وهو قد بيّنها وأرشد إليها في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشراً، أي فرحاً أو فرحاً، إني لم أخرج أشراً ولا بطراً، أي متكبراً وطغياناً، تكبراً وطغياناً. يعني كأن الإمام سلام الله عليه هنا في هذه الكلمات القصيرة يريد أن يبين لنا حقيقة قد تغيب عن أذهان البعض من الناس، والكلام هنا أنه ليس كل من ثار على الظالم لأن فثورته ثورة مشروعة، يعني ليس كل ثورة هي ثورة ممدوحة وإن كانت بوجه ظالم وبوجه فساد وبوجه انحراف. ليش؟ منين نعرف هذا المثل؟ شلون نفرق ما بين هذا وذاك؟ الإمام يقول لنا فرقوا بين هذه الثورة وبين تلك الثورة من خلال الأهداف، شوفوا هدف هذا من ثورة شنو، هدف ذاك من ثورة شنو. إذا هذا الثائر من أجل زين سلطان يريد يزيح ملك عن عرشه حتى يقعد هو على العرش، ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا، إنما قاتلتكم ليش؟ لأتأمر عليكم. كل هذا الذي فعلوه من أجل ماذا؟ كل هذا اللي فعلوه من أجل الخلافة ومن أجل السلطان، زين، يريد يزيح ملك ويقعد مكان هذا الملك على كرسي العرش، أو أنه يريد أن
تتسع رقعة ملكه، مثل ما كان الأمويون. الأمويون في عهدهم صارت فتوحات كثيرة، وهذا اللي ما شاء الله الآن يجي مثل ما نقول يتفاخر بها بعض الناس، يعني يتفاخر بها أنه الأمويون هالشكل فتحوا البلاد الفلانية. فتحوا البلاد الفلانية ليش فتحوها؟ حتى ينتشر الإسلام، يعني تتسع رقعة هذا الدين وسيطرته وحاكميته. يوم من أجل الأموال تصير أكثر، يوم من أجل الحكم يتسع رقعته ودائرته. الهدف لم يكن هدفاً نبيلاً ولا شريفاً، ولهذا فرق بين هذا الثائر وبين ذاك، بين هذه الثورة وبين تلك. خرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن خروجه لا تلهياً ولا عبثاً ولا تفاخراً ولا تكبراً ولا ظالماً ولا مفسداً، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. خلاص، فمن قبلني بقبول الحق. هنا اللي يريد، اللي يميز هذه الثورة هو هذا الهدف العظيم الذي تحركت من أجله ونهضت له. فالحسين صلوات الله وسلامه عليه إذن في إحيائنا لثورته إحياء للدين في أنفسنا. أنا لما أحضر وأسمع الحسين وسيرة الحسين وكلمات الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين، يتعمق الدين في قلبي، تتجذر قيم الدين ومبادئ الدين، تترسخ في نفسي وروحي وعقلي ومشاعري، يصير الدين محور حياتي، هو الأهم عندي. والشكل فالحسين في إحيائنا لمناسبته لذكراه إنما نحيي بذلك الدين الذي أضاعه الأمويون، والذي حاول الأمويون جهدهم أن يدفنوه. هذا الأمر ترى بعض الأحيان إحنا الذين نعيش في هذه الدائرة، الدائرة الحسينية، يمكن بعض الناس ما يدرك هذا التأثير لهذه الأيام في نفوس الناس، من حيث أنها تعمق شعورنا وإحساسنا وحبنا وقربنا من الدين ومبادئ الدين وقيم الدين. بعض الأحيان احنا ترى ما نشعر، من اللي يشعر فيها؟ يشعر فيها ويتحسسها أعداء هذا الدين، ولهذا تشوفهم يحاربون هذه المآتم وهذه المجالس، ويحاولون أن يفرغوها من مضمونها. زين، لا تحكي على يزيد، لا تحكي على معاوية، لا تسب فلان ولا تسب علان ولا تقول هالشكل ولا تحكي هالشكل، ممنوع سياسة، ممنوع عقائد، ممنوع كذا، ممنوع كذا. إذا شو نحكي؟ يريدون أن يفرغوا هذه المناسبة من محتواها والشكل تماماً، يريدون يصيغون فدشي على طريقتهم وحسب مقاييسهم، مثل ما صاغوا للناس ديناً عاجزاً يدينون به، لا يحرك ساكناً فيهم ولا يوجههم نحو حق ولا يجعلهم يتحركون لدفع باطل، وإنما يستكينون. هذا اللي يريدونه. الحسين إذا أحيي ذكره، يعني أحيي ذكر هذا الدين، يعني كأنك تجيب النبي من جديد تبعثه، والنبي يقاتل أهل الجاهلية
ويشن حربا على الباطل والزيف والانحراف وكل فساد، وهذا ما لا يريده أهل الجاهلية، ولذلك يقفون له حربا. على أي حال، فإحياؤنا لذكرى الحسين إحياء للدين، أليس هذا أمر مهم؟ أليس هذا أمر ضروري؟ أليس هذا أمر مطلوب؟ لا شك. من جهة ثانية، تطهير للنفوس، تطهير للنفوس وتزكية لهذه الأرواح وتصفية لهذه القلوب. شوف الإمام الرضا سلام الله عليه إلى ماذا يشير: ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذه الكلمة ويكفي بعد إشارة: من يحضر مجالس الحسين يحيى فيها قلبه. يعني كأن هذا اللي يجي إلى هالمجالس، وإن كان من العابثين وإن كان، لكن لما يجي يقصد هالمجالس قاصد بالفعل بنية صادقة لإحيائها، يبدأ النور ينفذ إلى قلبه ببركة هذه المجالس. ولهذا تشعر أن هناك فرقاً كبيراً بين أولئك الذين يوالون أهل البيت ويحيون هذه المجالس ويحافظون عليها، وبين أولئك الذين هم بعداء عن هذه الذكرى. لاحظوا، هل سمعت في حياتك، لأن هل سمعت بإنسان موال محب إجي حط على بطنه حول حزام ناسف وفجر نفسه داخل مسجد، بويا مصلين يذكرون الله سبحانه وتعالى، وبشهر رمضان أو بأيام الحج، هالأيام العظيمة، أيام الله، أيام الذكر، أيام الفضل، أيام اللي الإنسان يتوجه فيها إلى الله عز وجل ويتقرب إليها بكل ذكر حسن. فكر في هذا. أكو واحد من الوالين هالشكل سوى، أو يجي في السوق النساء وأطفال وضعفاء ناس يطلبون الرزق، رزقهم يسعون لتقويم أطفالهم وعوائلهم، يفجر ويقتل لكل هؤلاء الناس. هذا الإنسان تربى في مجالس الحسين، أم هذا الإنسان من الذين يكفرون من يحيون ذكر الحسين ويتهمونهم بالشرك ويتهمونهم بمختلف الاتهامات الباطلة والخبيثة، ويدعي أنه مجاهد في سبيل الله وأنه داعي إلى الله وأنه يعمل عملاً يرضي الله وأنه يريد كذا ويريد كذا. والعياذ بالله، هذه الأعمال أعمال من؟ هذه الأعمال أعمال شمر بن الجوشن، هذه أعمال حرملة، هذه أعمال عمر بن سعد، حجار بن أبجر، شبث بن ربعي، كل هؤلاء هذه هي أعمالهم، هذه هي أفعالهم، ليست أعمال الحسين لا العباس لا الأكبر لا القاسم لا حبيب لا برير لا زهير لا. وكل هؤلاء الذين يتربون في مجالس الحسين تجد في قلوبهم الطبع الرقيق، الرحم، الرأفة، اللطف، اللين، العقل يقودهم للتمييز بين حق وباطل، بين صالح وغير صالح، بين صح وخطأ، بين خير وشر. أما أولئك فقد أعمى الله
بصرهم وبصيرتهم. على أي حال، وأمر آخر مهم يشير إليه الإمام الرضا سلام الله عليه: ومن تذكر مصابنا، من تذكر مصابنا وبكى كان معنا في درجتنا يوم القيامة. بإحيائنا لهذه المناسبة بهذا الكم وبهذا الكيف وبهذه الطريقة عزيزي، نحصل احنا على بركات. هذا امر لا يفهمه الخارج عن هذه الدائرة، لا يدركه الخارج عن هذه الدائرة. احنا اللي نفهمه، احنا اللي نشوف البركات والخيرات تحل علينا. انا كم واحد من المؤمنين يقول: ما حلت علي البركات في بيتي وما رأيت الخير إلا لما عقدت مجلسا أسبوعيا في بيتي لذكر الحسين وأهل بيته. وهذه أمور مجربة. على كل حال، كل من شارك وساهم بذكر الحسين وكل من خدم الحسين يرى البركة في حياته، البركة في نفسه، البركة في ماله، البركة في أهل بيته، في أولاده، يرى تيسير أموره، قضاء حاجاته. كل هذا ببركة أبي عبد الله الحسين وكرامته عند الله سبحانه وتعالى. هذا بدار الدنيا، وبدار الآخرة هذا المقام العظيم اللي يشير إليه الإمام الرضا: كان معنا في درجتنا يوم القيامة. يصير رفيق أهل البيت. ويا أنا لو أشتغل ليل ونهاري، أعمل وأتعبد وأصلي، ما أصلي، ويني وين أوصل درجة أهل البيت؟ ويني أوصل إلى ذاك المقام العالي؟ لكن يأخذوني بيد الرأفة والحنية والحنان بشفاعتهم. يقول: مد إيدك إلنا، التحق بنا ولا تخشى ولا تخاف، إحنا نوصلك، إحنا نوديك، إحنا نرقيك. وإن كانت عليك بعض الهنات، وإن كانت عندك بعض الذنوب، بينك وبين الله عز وجل لا شك، مو بينك وبين العباد. اللي بينك وبين العباد أنت لازم تشتغل ليلك ونهارك حتى تصلحها بدار الدنيا قبل أن يأتي الأجل، ليكون تطلع من الدنيا وعليك دين حق لأحد من الناس. ترى مشكلة كبرى، لكن ذنب بينك وبين الله، الله سبحانه وتعالى يعطي الشفاعة لهؤلاء الأطهار، وهؤلاء ينظرون إليك، أنت واحد من خدامهم، وأنت واحد من محبيهم، وأنت واحد من مواليهم، فتمتد إليك يد الرحمة والشفقة والشفاعة، والوسيلة يكونون لك للخروج من هذا المأزق الذي وضعت فيه نفسك. الله أكبر. يوم القيامة وذاك اليوم العظيم، والناس محشورة، والناس في حر شديد، وكل يطلب الخلاص. إذا نسينا شيئا فلا ننسى موقفا للزهراء عظيم سلام الله عليها. ذاك المؤمن يقول: كان يوم القيامة بعالم الطيف. يقول: كان يوم القيامة بعالم الطيف، بعالم الطيف، محشور الخلق والناس صابين. كان يوم القيامة بعالم الطيف، ومحشور الخلق والناس صابين صابع
على اليمين ومبتشر الوجوه مع أصحاب اليمين وصاب على الشمال وتهمل العين. يقول أتصور نفسي بذاك اليوم، أشوف نفسي بذاك اليوم المول العظيم والناس افترقت برقتين شمال ويمين. يقولوا جابوني وجابوني الصاب الشمال وبيد الأغلال أغلال الذنوب، جابوني الصاب الشمال وبيد الأغلال على اليسرى صرت ويا المذنبين. ولن صوت جليل يطر الاكوان ذهب طراس جتها يم الحسين. ينادي المنادي أن غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة ابنة محمد تجي من حولها الملائكة يمين شمال ومن خلفها النور ساطع من غرتها دين يؤذن لها بالدخول إلى الجنة تقول حتى يعرب قدري يا رب. الله أكبر. فتطلب الشفاعة من الله لتشفع لمحبيها وشيعتها ولدهب طراس اجتها يم الحسين اجت تمشي ومنها يسطع النور وجت تمشي بثرها أم البنين. شوف الموالي يوم القيامة والمحب مكتوب على جبهته مبين الأثر موالي ومحب وين كان محطوط بذاك الجهة لكن ينعرف من وجهه ومن غرة جبينه إلى علامة بارزة ولهذا يتميز عن غيره وتأتيه الشفاعة. من أهل الشفاعة صدت لي ونادت مو أنت يا فلان، صدت لي ونادت مو أنت يا فلان كنت خادم يا يما بماتم حسين، صدت لي ونادت مو أنت يا فلان كنت خادم يا يما بماتم حسين. تعالوا لوذ بيا يا تعالوا لوذ بيا وصير بحماي كتبتك يا يما من الموالين. والله كتبتك يا يما من الموالي. يا مؤمن يا مؤمن تريد هذه المرأة الجليلة العظيمة أن تقف معك هذا الموقف إنه بوقف وياها ساعدها واسيها هذا اليوم يوم مصيبتها هذا اليوم يوم عزاءها حزنها الأليم والكبير على ذبح أولادها تنادي أنا الوالدة والقلوب لهفا ودوير عزبني وين ما جم ولا على ابن المايات عطش جسمه طريح وما لا
أجفان ويلي ولعبت عليه الخيل مدام يا أنا الوالد أنا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما كان حزنها مصيبة ويشيب الراس منها سبعين جثة بدور جنها ولي ضلت بالشمس ما حياد دفنها وزينا يا مشى الحاديب ضعنا وويلا بعد تريد المواساة هذه المرأة الجليلة منك أيها المؤمن تنادي وين اليواسين بدمعته على ابني الذي حزا ورقبت ظلت ثلاث ايام جثته يا ولاه يا ابن الماء لولا غسلت جسمه ودفنت وين اليواسين يا شيعة يا على حسين واصحابه ورضي وبن والده عين الطلع ويلي أبو فاضل جفوف قطيعة ومطروح ظل يمي يا ناعيان إن جئت طائبة مقبلة فعرج على قبر البتولة معم وحدث بما مضى الفؤاد مفصل فاطم لو خلت الحسن وقد ما تعود شانا بشان قضى وبسيف الشمر أرواه ورده تريب المحيا ممكنا في حده ولو أبصرت عيناك في الترب خده إذا لطمت الخد وأجريت دايم على العين
أفاطم قومي يا ابنة الخير والنبي. إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين، اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا، وعلينا أنك أنت التواب الرحيم. وأني الحاضرين احفظهم فردا فردا، أخذ حوائجهم، ارحم موتاهم، شافي مرضاهم، أغني فقراهم، يسر أمورهم، سهل مطالبهم، المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك، وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونسألك بحق محمد وآل محمد، أغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان. فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين والمعتقلات بفرجك القريب العاجل يا الله. اللهم رد عنا كيد أعدائك وأعداء أهل بيت نبيك وأعداء محبيهم وشيعتهم، إلى نحورهم ألق بأسهم بينهم، واجعل الفتنة فيهم، واشغلهم بأبدانهم وأنفسهم، ألب عليهم أعداءهم وأولياءهم من الجن والإنس، من الأولين والآخرين، من العرب والعجم، يا رب العالمين. اللهم ارميهم بسهام بغيهم، وانحرهم بسيف عنادهم. وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم وعجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. أغثنا بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وأرحم الراحمين. إلهنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، موتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا، رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.